يعطيكم العافية يا ثامن. طبعا اليوم يا مس درسنا عن حل معادلة خطيتين بمتغيرين بالطريقة الحذف. بطريقة الحذف يا مس. طيب أنا يا مس أنا وياكم حكينا إنه أنا بقدر أحل معادلة خطيتين بمتغيرين بثلاث طرق. الدرس الثاني أخذنا بالطريقة بالرسم البياني. بالدرس الثالث أخذنا بالطريقة التعويض. واليوم رح ناخذ يا مس آخر طريقة اللي هي الحذف. اللي هي الحذف يا مس آخر طريقة لحتى أقدر أحل معادلة خطيتين بمتغيرين بطريقة الحذف. كون معي يا مس. أولاً هلا عندي هون يا مس معادلة وهون عندي أنا معادلة خطية بمتغيرين تمام. أول إشي يا مس بدي أرتب الحدود اللي بتشبه بعض تحت بعض. يعني هذا الحد 3 سين، مين بيشبه يا مس؟ سالب 3 سين. إذا بدي أرتب المعادلتين كيف بيصيروا يا مس؟ 3 سين بتضلها زي ما هي. طيب سالب 3 سين بتصير تحت ال 3 سين. وهي شو شرط التلين؟ موجب. وموجب 2 ص بدها تصير تحت الزائد ص. إذا أول إشي يا مس بعمل برتب الحدود اللي بتشبه بعض تحت بعض مع اشارتها. مثلا 2 شو اشارتها؟ موجب. نزلت الموجب 2 صار تحت الموجب صار. والسالب 3 سين بنزلها تحت ال 3 سين زي ما انتم شايفين بالشكل. هيك بس صارت المعادله عندي الحدود اللي بتشبه بعض تحت بعض بهاي الطريقه. خليني أوضحها أكثر. حكينا هون ص وهون 2 ص، هون يساوي وهون يساوي. هون سالب 2 يمس وهون يمس 4. ممتازين. طيب ثاني إشي يمس بدنا نحدد أي المتغيرين أسهل إنك تحذفهم مع بعض. أي من المتغيرين أسهل إنه نحذفهم مع بعض. عندكم هون يا مس 3 سين وعندكم هون سالب 3 سين. بنحذفوا مع بعض اسهل من اني احذف ص ب 2 ص. هي يا مس 3 سين وسالب 3 سين لما انا اجمعهم يا مس بيعطيني صفر. فاذا ال 3 سين يا مس راحت مع السالب 3 سين. شو ضل يا مس؟ ص زائد 2 ص 3 ص. ممتازين. سالب 2 زائد 14 يا مس. الإشارات مختلفة هون زائد. الإشارات مختلفة يا مس بطرحوا الإشارة للعدد الأكبر. إذا مين إشارة العدد الأكبر؟ موجب. 14 ناقص 2 12. تمام. أنا بدي أوجد قيمة ص. لحتى أقدر أوجد قيمة ص يا مس بدي اقسم على معامل ص هون وهون على طرفين مساواة. اذا يا مس ص تساوي 4. ص تساوي 4. طيب يا مس هلا بدي اوجد قيمة س. عندكم هاي المعادلة وعندكم هاي المعادلة يا مس. بتختاري اي معادلة وبتعوض فيها قيمة ص لحتى اوجد قيمة س. شو رايكم ناخذ الاولى؟ شكلها اسهل. طيب لايجاد قيمة س على المعادلة الاولى. طيب بنزل يا مس ب 3 س زائد ص كم؟ 4 يساوي سالب 2. صارت عندي معادلة يا زلمة. موجب 4 يا مس. بدي اخلص من موجب 4 وانتبه معامل س حتى اوجد قيمة س.
سالب 4 يا مس، سالب 4. شو ضل يا مس؟ 3 س يساوي سالب 6. سالب 2 وسالب 4 سالب 6. لحتى أعرف كم س يا مس بدي أقسم على المعادلة على 3 على 3. س يا مس تساوي سالب 2. س يا مس تساوي سالب 2. شو رأيكم نعيدها فوق لمش واضحة؟ هي مسا بالإيجاد طبعا بعد هاي الخطوة س تعوض بأي تعوض بأي معادلة خطي. أنا اخترت يا مس الأولى بعوض بقيمة ص اللي هي مس كم؟ 4. بدي أخرج قيمة السين. أول إشي بدي أخلص من موجب 4، بعدين المعامل السين اللي هي 3 سالب 4 يا مس وسالب 4 طبعا هون سالب. طيب هاي مع هاي يا مس بتروح، بضل عندي 3 سين يساوي سالب 6. بدي أوجد مين؟ سين. بدي أقسم على المعامل السين بالطرف فاين. إذا قيمة سين يا مس هون سالب 2، قيمة سين يا مس هون سالب 2، وقيمة ص يا مس تساوي 4. طيب يا مس خلينا نشوف هاي المعادلة كمان بدكم اياها بطريقة الحذف. طيب اطلعوا معي يا مس، هاي معادلة خطية وهي معادلة خطية بدهم بطريقة الحذف. حكيت لكم اول شيء يا مس لحتى اطبق على طريقه الحذف لازم تكون الحدود المتشابهه تحت بعض، وهنا الحدود جاهزه والمتشابهه بتكون تحت بعض. زي ما انتم شايفين 6 س تحتيها سالب 2 س، 5 ص تحتيها 5 ص. طيب يا مس بدي اشوف مين اسهل اني احذف يا ص يا س. انا برايي نحذف ص. هسه يا مس حتى احذف ص او س لازم المعاملين في المعادلتين يكونوا متساويين، واذا ما كانوا متساويين انا بخليهم يا مس متساويين من خلال الضرب او القسمه في كلتا المعادلتين. رح ناخذ امثله كثير لا تستعجلوا. تمام انا اسهل لي اني احذف 5 ص مع 5 ص، بس شرط لحتى ينحذفوا جمعهم لازم يكونوا يا مس صفر، لازم يا مس يكونوا صفر. هسا هاي لحتى تروح مع هاي طبعا في بيناتهم عملية يا مس جمع، لحتى 5 ص يا مس تروح مع 5 ص لازم يكون معامل المعادلة الثانية سالب وليس موجب، عشان لما اجمعهم مع بعض يروحوا مع بعض ينحذفوا مع بعض. فأنا بدي أخلي هون يا مس معامل ص في المعادلة الثانية سالب 5. شو أعمل يا مس؟ بدي أضرب كل المعادلة في سالب واحد. ليش يا مس ضربت في سالب واحد؟ عشان لما أضرب السالب واحد موجب 5 بتعطيني كم يا مس؟ سالب 5. وأنا هون بقدر بهاي الحالة أنا بقدر أحذف موجب 5 ص مع سالب 5 ص. خلينا نرتب المعادلة. تنزل 6 س زائد 5 ص تساوي يا مس 16. سالب واحد ضرب سالب اثنين يا مس 2 س موجب 2 س، اذا ما كتبت الموجب ما في داعي. سالب واحد ضرب موجب 5 ص سالب 5 ص يا مس. سالب واحد ضرب سالب 8 يا مس موجب 8، ما في داعي نكتب الموجب لانه سالب ضرب سالب موجب. اذا السالب واحد بدي اضربها بكل حد في المعادله، ضربتها بالسالب 2 وضربتها بالخمسه وضربتها بالسالب 8، كانت هيك النتيجه. هسه يا مس بقدر احذف موجب 5 ص مع سالب 5 ص؟ نعم، لانهم نفس القيمه والاشارات مختلفه، واذا يا مس ما كانوا نفس الاشارات، اذا ما كان اشارات مختلفه مش نفس القيمه، انا بقدر اخليهم نفس القيمه وتكون الاشارات مختلفه من خلال الامثله اللي راح ناخذها باذن الله. تمام.
بالجمع يا مس هدول مجموعهم صفر راحوا مع بعض. طيب 6 سين يا مس زائد 2 سين شو يساوي؟ 8 سين. ممتازين. 16 يا مس زائد 8 كم يساوي؟ 4. عش قري يا مس هون تقسيم 8، يا مس هون تقسيم 8. يا مس هون ال 8 بتروح مع ال 8 سين يا مس بتوصف لي 24 تقسيم 8 3. أنا أوجدت قيمة سين، بدي أوجد قيمة صان، بعوض بأي معادلة؟ يا هاي يا هاي طبعا من غير درس على الواحد، تمام؟ خلينا نختار الأولى 6 سين، طبعا هون الإيجاد، أنا أوجدت سين بدي أوجد مين هلا؟ صان بالتعويض بإحدى المعادلتين. 6 سين خلينا نحكي 6 سين زائد 5 صاد يساوي كم يا مس؟ 16. نزلت يا مس هون 6 سين زائد 5 بين ال 5 والصاد في عملية ضرب، بين المتغير الثابت دائما بتكون في عملية ضرب. 5 ضرب. لحظة شوي. السين كم السين؟ 3 زائد 5 ضرب صاد يا مس. الصاد كم قيمة همج؟ هو اللي يساوي 16. 6 ضرب 3 18 زائد 5 ضرب صاد 5 صاد يساوي كم يا مس؟ 16. طيب انا بدي اوجد يا مس قيمه صاد، لحتى اوجد من قيمه صاد قبل ما اخلص من معامل صاد بدي اخلص من موجب 18، هاي اجهلتها يا مس موجب بدي اطلعها برا، شو بتصير؟ سالب 18 سالب 18. 5 صاد يا مس يساوي سالب 2، بدي اقسم على المعامل يا مس حتى تعطيني قيمة صاد اللي هي سالب 2 على 5، وانا هيك بكون حليت معادلتين خطيتين بمتغيرتين عن طريق الحذف. طبعا ان شاء الله هالدرس تعطي على 3 مراحل، على 3 مراحل راح اتنوع كثير يا مس بالاسئله، اللي ما فهم اليوم راح يفهم بكره، واللي ما فهم بكره راح يفهم بعده باذن الله تعالى. يعطيكم العافيه، خبائي تامين.